قناة الشروق في كل مكان. مساء الخير عليك، وسعيدة جدا نتواصل معك في أمسية أخرى من أمسيات مع محمود. هذه الحلقة نعتبرها خاصة جدا لما تحتويه من خصوصية العلاقة اللي جمعت الفنان اللي احنا بصدد الوقوف على علاقته بالفنان محمود عبد العزيز. الفنان اللي حنتحدث عنه في حلقتنا الليلة هو الفنان الكبير الراحل المقيم في قلوبنا بإبداعه وفنه، الفنان الأستاذ محمد أحمد عوض، اللي تميز بأداء خاص ومكانة خاصة ووضع لنفسه بصمة على خارطة الغناء والغناء الشعبي السوداني. تميز بحسن اختياره لكلماته، وأيضا تميز بوضع لحن خاص لمعظم أغانيه. الفنان محمد أحمد عوض تميز بأداء خاص وطريقة ميزته عن باقي الفنانين السودانيين. احنا اليوم تعديد جدا نقف على هذه العلاقة اللي جمعت الفنان الراحل محمد أحمد عوض والفنان محمود عبد العزيز، وكيف نهل من هذه المدرسة. حيتحدث معنا بجانب الفنان محمود عبد العزيز الأستاذ عثمان محمد أحمد عوض ابن الفنان الراحل محمد أحمد عوض. مرحبا بك محمود، ومساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا أمه، رمضان كريم. مساء الخير عليكم. معكم وبيكم بيكم. كل سنة وانتم طيبين. أنا سعيد جدا جدا هو موضوع حلقتنا الليلة، أستاذ الكبير الأستاذ محمد أحمد عوض، المدرسة المتفردة العبقرية. يعني أنا بقول عبقرية، إن شاء الله هشوف العبقرية إن شاء الله. إن شاء الله. سعيد جدا إنه يكون معانا في الأستوديو في هذه الأمسية عثمان محمد أحمد عوض. مرحبا بك يا عثمان، ومساء الخير عليك. أنا سعيدين، الله يكرمك. رمضان كريم. أنتم طيبين ورمضان كريم، وعود علينا عليكم بخير إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا بجانب صوت محمود عبد العزيز اللي بيداعب طبول آذاننا في كل مساء صوت آخر، حنستمتع برضو بأغنيات الفنان محمد أحمد عوض من خلال صوته اللي هو الأستاذ الفنان مصطفى ودب، لأن أيضا حيكون حضور معنا بأغنياته وبصوته الجميل اللي بيعبر عن الفنان محمد أحمد عوض بأغنياته وإرث الفنان الفني اللي دائما هو موجود في ذاكرتنا وفي وجدان كل شعب سوداني. عثمان مرحبا بك مرة ثانية، وخير من يتحدث عن هذه العلاقة بعد محمود عبد العزيز ابن الفنان محمد أحمد عوض. الله يكرمك. فعايزين نعرف متى بدأت العلاقة بين محمد أحمد عوض ومحمود، أو محمود ومحمد أحمد عوض باعتبار أنه هو أطول عمر فني من محمود. والله يعني بكل أسف يعني محمود ما تمتع بالأستاذ كثير، لكن على قدر الشيء القدر حصله فيه. يعني محمود كان بيجي السادة معنا أخونا أحمد الصاوي، فبيجي يقول الأستاذ قاعد برا تحت الدور بتاع البيت، ينزلوا طوال العربية ويكلفتوا لك يا أستاذ وسلام وبتاع. ها الأستاذ قبل ده ما كان سمع محمود، فنحن جابوا محمود في حفلة عند جيراننا بتاعت عبد الرحيم الرضا الله يرحمه، فكان بينه وبين محمود حيطة خاصة بيناته. فبعد ما الفاصل انتهى حق محمود، أنا جيت البيت قام الأستاذ قال لي ده من الولد اللي بيغني لنا، والله ده ولد اسمه محمود عبد العزيز من مرات بحري. قال لي الولد ده هيجي يوم من الايام وقف السودان ده بين ايدي الله الحمد لله. فيعني كان الوقت ده كان عمره كم ولا محمود؟ لا لا كان صغير، كان عمرك كم يا محمود؟ انا كنت من جامعه سنه، انا بسمع صوت محمود احمد اول يعني من بعلاقه يعني جدتي في الثورة في حارسة وجدة كأسرة الباز، أنا بحيوم أسرتنا في حارسة. فأنا كنت سعيد يعني كنت دائما يعني لما نقولوا ماشيين ساتة أنا كنت أول يوم بلبس، لأنه كنت حلاقي الأستاذ. أنا لقيت الأستاذ قبل جاي أحمد صاوي يعني أخواننا أسرة صاوي جميعا يعني بحيوم كلهم، أقول لهم كل سنة وحيدون رمضان كريم. فبعد ذلك فأنا كنت من المعجبين شيء جدا جدا برضو بتميز الأستاذ محمد أحمد عوض لتناوله للشعر حديث وتوليفه في قالب شعبي. فدي كانت من الحاجات المميزة جدا جدا خلتنا أنا، وحتى الحفلة ذكرها شمال لما قال لهم حتى هنا ما في بيت ناس الأستاذ يعني قالوا جيرانه. أنا كنت سعيد لأنه أنا ما كنت أحضر في الحفلة، لكن حضرت إنه
الحيطه بالحيطه يعني الاستاذ حيسمعني يعني ان شاء الله. والحمد لله حصل يعني الحمد لله الحمد لله حصل. يعني ممكن نقول انه العلاقه التعاون الفني بينك وبين محمد احمد عاصم بحيطه حياته والله بجد صراحة يعني. أنا كنت حريص يعني إنه الحفلة بتاعت الحمد لله امتدت لحد ما بقت أسرية والله. بعدين علاقة بقت كبيرة يعني أسرية إن شاء الله الغنى ما فضل إلا يشيل الحاجات اللي فيها. أنا سعيد يعني الشغل يعني شغل يعني ابن المرحوم يعني أسمع له نزار أقول له كل سنة وأنت طيب، وأخوي الكبير عمر والوالدة العزيزة، وأنا بحييهم لأنهم هم يعني العصير من الصيغه كانت هي برضو الدافع يعني. الحمد لله اقول شكرا يعني كثير جدا جدا. فما كان بقول بلا ولد، كان بقول جدا. هي بقول كلمه جدا دي طبعا. اي يعني جدا يعني. الجدا دي طبعا كانوا يقولها لاحمد الصادق يقولها لمحمود برضه. الحمد لله يعني انا اخذت التاشيره من الاستاذ محمد احمد عوض، واعتبرها كانت يعني منها دخلت وغصت في اعماق فنك. والى الان يعني. نعم. طبعا الحديث ما بيحلو الا اذا استمعنا لوحده من روايه الفنان الراحل محمد احمد عوض. حتسمعنا شنو؟ انا اخر عمل تقريبا هو عمله، فانا حافظ الذوق يعني تقريبا 19 عام. الذكرى هتكون قريب ان شاء الله الذكرى 19 على رحيل استاذنا محمد احمد عوض، اللي هي اخر عمل قدمه كانت عشان القاك. لقيتك وانا لقيت لقيت الحمد لله. انا سعيد جدا جدا، اعتبر انه المفهوم الاستاذ راح المغيم وانا والد جديد يعني. وما بقدر الاب روح لك الاب روح، وانا بشكره يعني بشكر بمزار ثاني وعمر واقول لهم يا اخي كتر الف خير كتر الف خير. وانه خلوا محمود برضه ينهل من هذه المدرسه وتطلع بصمه برضه لمحمود. قد اسمع عشان القاك يمكن ما سافر جد سوقي. ايوه اخر اعمال يعني اخر اعمال سوقي والحال عمل محمود ابو العيله. انت استمع لهم وربنا يطول لنا في سوقي، يطول لنا في عمره ويشفي لنا ان شاء الله. حيوم اقول لك كل سنه طيب. يبقى نستمع لعفان القاس ونرجع ثاني نتواصل. وكنا بجف نبرو لأن الماضي هاجر في ركاب الليل، وكنا بجف نبرو عشان القى ولا قيت قريب العار تعبت من السفر من وين دايم أصعد تعبت من السفر من وين دايم أصعد طلبت كنت غمتني We'll be right back.
الكون بسنا احلى بس تحس يملى الكون بسنا احلى يملى الكون بسنا احلى لكن للاسف يا لكن للاسف يا سليم كبدي قول برضه نفس كمان سافرت ولاقيت خليت الغال يوم ما كان الغال الغال يوم ما كان انت عدت الى السفر للموت داير اصلا الشعر إذا جفت يا نام يعود وصار الحب مجرد كلمة من كلمة إيه تعمل حروف الشعر إذا جفت يا نام يعود وصار الحب مجرد كلمة من كلمة صوح ورده في البستان صوح ورده في البستان هلا عبير طلع لمحة وفات هالنفط وغروبنا غروبنا على تعابير غروبنا على تعابير نقنع انه ما في سمار نزل ايام تسعدنا وتسرق
سمعنا الأغنية اللي هي من كلمات الأستاذ سيفتيه الدسوقي، وأثناء الأغنية عثمان برضو كان داخل معك في الجو، كان برميليه، كان أبعث أنت كنت بتسمع ولا لا؟ طبعا أنا عثمان رحيم وعملي في انتهي طبعا لو نسيت يعني أنا عثمان يعني جدا ونزار وعمر يعني أشباء أنا من انتهي كان أشباء بتحب شنو يا محمود لما ترد الاغنيات الفنان محمد احمد عوض؟ شنو الذكريات اللي بتبدا عليك؟ والله ما ذكريات، انا اعتبرها انه مواقف موجوده والحمد لله. يعني الذكريات دي طبعا مشكله كبيره، هذه ذكرى، لكن ما زال فينا استاذ محمد احمد عوض ورسخ فينانا وملامحه تبينا احنا نقول راح المهم، اعتبر انه استاذ محمد احمد ما مات يعني، والحمد لله ربنا يقدرنا احنا نقدم، وانا اقدم الحان بمستوى ان شاء الله وفكرة الاستاذ عثمان. اكثر الاغنيات اللي بتحس بانها هي قريبه لمحمود لما يغنيها للفنان محمد احمد عوض؟ انا قبل قلت لك محمود ميزته بيغني غنى الزول بطريقته لكن بصوت محمود، عشان كده اي غنى محمود يغني للاستاذ تلقى روحه فيه، وهو لو ما احنا للحته دي كان عامل اسطوره. لكن احنا انا شخصيا عشان دور في المجال ده عارف امكانيات محمود شنو الحاجه دي، بعدين الحمد لله والشكر لله التوفيق من عند الله، محمود ده ربنا موفقه. الزول ده بيعمل في حاجات ما في زول كان يعملها، مع احترامي لاي فنان. محمود ده عامل منتدى عديل لاي فنان، دي ما في فنان من الشباب عملها. هو الواجب يا عثمان، لكن الحمد لله بقول له رب الجميل يعني، فهم اساس يعني استاذ محمود احمد عوض، لكن هو اساس يعني الاساس يعني رب الجميل صعب، فلا واجب يعني ومفترض يكون والله انت اهل للحاجه دي يعني وبتحتفظ برب الجميل يعني ما شاء قدامك ربنا يقدرنا، لكن يعني محمود ده بيعمل حاجات بالمناسبه انا عارفها. زول ده قريب لي شديد يعني، غير انه هو كفنان ولا انا كعازف ولا شغل زي، لكن احنا قريبين لبعض، حتى انا بعرف كده محمود بعرف نفسياته. بتشوف فيه يعني بتشوف فيه صوره للفنان احمد عوض، ليس بالشكل وليس ولكن بتميزه بجوده الاداء للفنان احمد عوض. احس في الاغنيه بتاعت عشان القاك فيها رميات عمل الجرد بتاعت محمد احمد عوض، طلبتك قلت خلصوا من ايدك جيت بحلام بايدك انت فوق البر شد غنم القاك حبيبي نفس الجرد على الاستاذ، حتى رميت البدايه ولا يقول لي انا ما بحب زول يغنوا من الاستاذ ده ويشوهوا لي، يا الناس تغني لي بطريقته يا غني، فهو انا ما اعرفه. لا ما هو يعني عمل يعني رد على الفنانين كلهم، فانا باعتبار يكون تغييره في الموسيقى، لكن انا لا يعني ما بمرق من اطار الاداء ده الفنان يعني لازم يعني بالذات استاذ محمد عوض بالتميز يعني يمكن احد تميز الفنان يعني محمد عوض انه اداء اشعار يا سيف الدين الدسوقي والحان استاذ احمد احمد عوض يعني بامتداد الشعبي الشعر الحديث امتداد يعني اعتبر انه دي الحاجات اللي يعني الحاجه الوحيده يعني هو الشيء هو الشيء يعني الحاجه الجوهريه اللي جوا الاعمال اللي كان بيقدمها استاذ احمد عوض كانت متميزه والى الان متميزه والحمد لله وحتظل متميزه. محمود في سحر لا ينتهي ورائعه جميله جدا ما بين سيف الدين الدسوقي والاستاذ الفنان محمد احمد عوض، يعني مهما تحدثت عنها انا بالتاكيد بحس بانه الحديث لا ينقطع ولا بالتاكيد تاكيد حتقول شنو في ختام الحلقه؟
انا هقول انه يعني ربنا يقدرنا ويكون امتداد يعني اساس متين. ربنا الحمد لله السودان عندنا اساس متين من العمالقه يعني اللي سبقونا من رواتنا فنانين كبار يعني هم اساسنا وهم يعني ما عنده كبير يستغل كبير بالتأكيد. ما عنده قديم ما عنده جديد وما عنده لسه قديم وده ولسه قديم وده الله. أنا سعيد جدا جدا يعني نعم إنه يعني أنا أنال شرف إنه يعني أغني المفهوم إلى الآن ما حسبع طبعا. شكلك دار تشيل ونصيب كل ورد مغني مش بتحس بشنو يا محمود لما تغني الأغنيات؟ أنا يعني جد بكون فرحان يعني بحس انا طفل يعني زي الطفل يعني تتذكر الحيطه؟ تتذكر الحيطه وتذكر السادسه وتذكر قاعد في الشارع وجردلي يا جردلي يعني فحاجات يعني جد تداعيات جميله. فنان يعني كبير غامه بشو استاذنا ابونا الوالد العزيز احمد عوض فانا سعيد يعني بالتاشيره زي ما بقول تاشيره المرور يعني اخذها من يعني انسان كبير يعني بالنسبه لي انا والد بالنسبه لي يعني اكثر انا عشان كده يعني يرسخ يعني بالتاكيد ما اداك الضوء الاخضر ده الا لثقته فيك ولحسن ادائك لاغنياته. بالتاكيد الضوء الاخضر ما بديه فنان لفنان الا عن ثقه تامه بابداعه اللي موجود في دواخله وحاسس فعلا بانه محمود عبد العزيز كفنان من هو صغير من خلال التنبؤ اللي قاله لنا عثمان انه هو قال له الولد ده حيكون عنده مستقبل كبير جدا وحصل. طبعا فرحان بالجمله دي الليله يعني ما قال الولد هو قال الجردل الجردل؟ يبقى احنا بنجردل. انا كنت لا احلم يعني لا احلم يعني فنان كبير ما قلت احلم من انا لك يعني لكن بحكم ان صلتي بسالتها وقال يعني في الوصاي انا اعتبر يعني انا سامعها جدا دي فعشان قال يا ولد يا حبيبي لكن هو قال كان المفروض كان انا اتدور كثير يعني اي زول وطبعا يا كلمه يا جرد اللي تقول يا زول بحبه شديد جدا يعني فانا يعني هذه الكلمه يعني لو ما حب لمحمود ما بيرفض بهذه كان حب واضح يعني واضح شديد جدا جدا انا عامل يعني عاملة ابن يعني فأول فنان يعني جيمت عشان أكون أنا في منتدى الطريق كنت سعيد سعيد الآن يعني تبقى إحنا الأسعد يا محمود بأنه قدرنا لميناك مع عثمان لأن إحنا مضمونين أنتوا جميل لكن هذه الثنائية وهذه لما يفترض تكون يعني ظاهرة عيانا لجمهوره محمود عبد العزيز الكبير ويعرف محمود ده تعب قدر شنو وكيف يعني اجتهد في فنه ووصل عشان يكون عنده جمهور عريض بيشاهد فيه. شكرا لك يا محمود شكرا لك يا عثمان ونوعد مشاهد قناة الشروق بجلسة أخرى بين عثمان محمد أحمد عوض ومع محمود عبد العزيز في يوم آخر في نفس الزمان والمكان. هنختم بأغنية معاك أنت ومع الفنان مصطفى دبلينة دويتو بيناتكم هتغني لنا شنو؟ والله قبلية هغني عيلتي يا حبيبي من كلمات منو؟ كلمات سيف الدسوقي كلمات استاذ الدسوقي والحان طبعا دي المفاجأة اللي كنت محضرها للجمهور انا احنا المفاجأة حنخليها في الحلقة الجاية في حديثنا الآخر مع محمود ومع عثمان حتى يظل هنالك تشويق ليعرف المشاهد ما هي المفاجأة اللي في كل مرة. طبعا محمود عبد العزيز بيتوقع منه الجديد والمتميز في أغنياته وفنه. إلى اللقاء.
ما